تشاهدون اليوم؟ إيمي؟ أنا ولاء محمد، وأهلاً بكم في قناة العالم الخفي. أحد الأشخاص دائماً ما كان يسمع صوت طفلة تضحك وتلعب مع طفلته، وبإحدى المرات سمع نفس صوت الضحكات، وعندما ذهب ليرى هذا ما شاهده. فلقد شاهد يداً لطفلة تخرج من إحدى الخزائن وتلاعب طفلته التي كانت جالسة وكأنها غائبة عن الوعي. وبإحدى المرات وأثناء الليل سمع نفس صوت الضحكات، فتوجه لغرفة طفلته التي كانت نائمة، فلقد وجد طفلة صغيرة مغطاة بغطاء كان على سرير طفلته، ويظهر ساقي تلك الطفلة المجهولة. وحينما حاول أن يرى من تكون، تبخرت وكأنها لم تكن. فهل ذلك الشيء ربما يكون حقيقيا أم في الأمر خدعة ما؟ شاركوني برأيكم. بإحدى الجزر التي تقع جنوب تشيلي، عند زيارتها تشعر وكأنك بعالم سحري، ولديهم أساطير عن الكثير من المخلوقات المرعبة الأسطورية. فذهب أحد السائحين إلى حانة هناك مليئة بالمنحوتات التي تمثل المخلوقات الأسطورية تلك، وقام بتصويرها. وعندما بدأ بمراجعة التسجيل عند عودته للمنزل، شاهد شيئا مرعبا. يقول صاحب المقطع أنه لا يعرف أي آلية لتزييف المقطع، ويقسم أنه قام بعرضه كما سجله. فلقد رأى بالتسجيل ذلك التمثال يقوم بإغلاق عينيه لثواني ثم فتحها مرة أخرى. يا له من شيء مرعب. بإحدى متاحف الشمع بالمكسيك، كان أحد الأشخاص مع أسرته يشاهدون تماثيل الشمع المذهلة. كانت التماثيل واقعية إلى حد مذهل، حتى وصل لغرفة بها شخصيات السينما المكسيكية. حدث عندها شيئا مرعبا. فلقد لاحظ تحرك عيون شخصية الشمع هذه بشكل مرعب، وكأنه شخص حقيقي، لدرجة أنه شك أن تلك الشخصية لشخص حقيقي متنكر، ولكن صدره كان ثابتاً ولا يتنفس، مما ينفي تلك الاحتمالية. فيا ترى ما التفسير لما حدث؟ هل ربما أن الجن يستغل تلك المجسمات ويتلبسها؟ أم لديكم رأياً آخر؟ شاركوني به في التعليقات. تلك الفتاة تقول أنها أرادت مفاجأة أختها والتي كانت تسجل مقطعا للتيك توك، وذهبت لغرفتها. وبالفعل تفاجأت أختها، ولكن سرعان ما سمع صوت خطوات عالية. رغم أنهما وحدهما بالمنزل، فذهبتا لترى من أين يأتي صوت ضجيج الخطوات هذا. وبالتدقيق نلاحظ ظهور شخصية سوداء على يسارهم، وبالتحديد على الدرج، ولكنهما لم ينتبها لها وكأنها غير مرئية. بعدها وبينما كانت الفتاة تلتفت خلفها، لمحت نفس الشخصية المظلمة تتجه لغرفة أختها. حاولت تتبعها لداخل الغرفة، لكنها اختفت وكأنها لم تكن. التقطت إحدى كاميرات المراقبة بمنزل شيئا مفزعا. فبينما كانت تلك السيدة تمر بجانب دورة المياه والتي كان بابها مفتوحا، حدث شيئا مرعبا.
فلقد تجسد كائنا ما غير مرئي تحت قطعة ملابس سوداء كانت ملقاة على الأرض. وحينما التفتت السيدة سقطت قطعة القماش على الأرض، وكأن من كان بداخلها تبخر في الهواء. أحد الشباب المستكشفين ذهب لاستكشاف كنيسة مهجورة بدل ما كان متهالكا ومظلما. وبينما كان يهبط للطابق السفلي والذي يدعى الغرفة الحمراء، رأى شيئا مرعبا بشكل لا يصدق. فلقد رأى نجمة مرسومة على الأرض، ثم رأى شيئا أفزعه. بالإبطاء نجد شخصية مظلمة تجلس على كرسي، ثم بدأ بالركض نحو المصور وكأنه غاضب ولا يرغب بتصويره. حينها هرب الشاب فزعا مما رأى. أحد الموظفين والذي يعمل بإحدى السكك الحديدية سمع صوتا غريبا ولا يعرف من أين يأتي ذلك الصوت، فهو قادم من تحت الأرض. الصوت يشبه النحيب من مخلوق غامض. حاول الرجل تصوير من أين يأتي الصوت، ولكن كلما كان يقترب من مصدر الصوت كان الصوت يتوقف، وكأنه يعرف أن شخصا ما يتبعه. حتى أن الرجل أبلغ الشرطة والتي أتت باليوم التالي، ولكن لم تجد أي أحد رغم أن الصوت ما زال مسموعا. يقول أحد الأشخاص أن المكان بأكمله مسكون بسبب الحوادث التي تحدث أحياناً على طول خط السكة الحديدي، فهناك العديد من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم عليه. بإحدى متاجر البيتزا، وبينما كان يقف العديد من العمال الفتيات، حدث مع إحداهن شيئاً لا يتوقع. عند المشاهدة ببطء نرى قطاعة البيتزا تطير من على الرف وتضرب الفتاة برأسها. يعتقد العديد من العمال بالمكان أن ذلك من فعل روح خبيثة تسكن المطعم. أحد الأشخاص أراد أن يوثق تلك الشخصية المظلمة التي تلاحقه بمنزله، ففي هذا المقطع يغلق الباب من تلقاء نفسه. دخل الشاب للغرفة محاولا معرفة من يختبئ بها، وفجأة أغلق باب الحمام بالغرفة. دخل ليتفقد فلم يجد أي شيء. بعدها بعدة ليالي استيقظ الشاب على فتح الضوء وغلقه بالحمام من تلقاء نفسه، على الرغم من عدم تواجد أي أحد معه.
وبينما الضوء يومض ظهرت أصابع سوداء ممسكة بإطار باب الحمام مما أفزع الشاب. وبإحدى المرات وبينما كان يستعد أن ينام شاهد ظلا أسود يقف أمام باب الحمام. نهض الشاب ليرى ماذا يكون ذلك. فلا وجود لأحد، فلا شيء سوى الملابس المعلقة وبعض من الأحذية. خاف الشاب من ذلك الظل الذي يلاحقه دون أي أثر. أحد حراس الأمن لساحة انتظار للسيارات استطاع التقاط شيئا مرعبا لكائنات ما وراء الطبيعة بواسطة إحدى كاميرات المراقبة. فلقد شاهد عربة تسوق خلف إحدى السيارات، بدأت بالسير وحدها ثم انعطفت قبل أن تتوقف وحدها. على الرغم من عدم وجود رياح بالمكان، يقول ذلك الحارس انحراف تلك العربة وسيرها بتلك الطريقة لا يحدث إلا لو كان أحدا ما يجرها أمامه، ويعتقد أن ذلك لربما من كائن غير مرئي. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.